التوتر تشهده الحدود الإسرائيلية مع لبنان يوم الخميس بعد يوم واحد من تهديد حزب الله اللبناني بالرد على ضربة إسرائيلية استهدفت أحد مواقع ليلة الاثنين الماضي على الحدود السورية اللبنانية. فقد أصدرت قوات الجيش الإسرائيلي تحذيرات لأصحاب المزارع الواقعة في بلدة ميتولا المتاخمة للحدود مع لبنان بالابتعاد عن مزارعهم بعد تلقي تحذيرات أمنية من المخابرات الإسرائيلية. وضرب الطيران الإسرائيلي مناطق على الجانب السوري من الحدود مرات عدة في العامين الماضيين، ولكن في حال تأكد الغارة الجوية على الأراضي اللبنانية فإنها ستكون الأولى منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011. تذكير بالبيان الصادر عن حزب الله. وجاء في البيان الذي أصدره حزب الله يوم الأربعاء أن الضربة التي لم تؤكدها إسرائيل استهدفت موقعا له على الحدود اللبنانية السورية قرب منطقة جنتا في البقاع شرق البلاد. ونفى الحزب تقارير بأن الضربة استهدفت مواقع مدفعية أو صاروخية تابعة له، وقال إنه لم تقع إصابات بسببها أي شهيد أو جريح. واعتبر حزب الله في بيانه أن هذا العدوان الجديد هو اعتداء صارخ على لبنان وسيادته وأرضه وليس على المقاومة فقط، وأن المقاومة ستختار الزمان والمكان المناسبين والوسيلة المناسبة للرد عليه لمواقع مدفعية أو صاروخية. وكان الجيش اللبناني قد ذكر أن 4 طائرات إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب شكا في الشمال نحو البقاع قبل أن تتوجه إلى الجنوب الغربي نحو البحر المتوسط بالقرب من حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. وغالبا ما تحلق الطائرة الحربية الإسرائيلية بانتظام فوق الأجواء اللبنانية من دون إذن. فريد حسين، رويترز.